السلام عليكم. كان مكان ثم في اليوم التالي عاد صاحبي وقال لي: أمضيت الليلة مشغولا بحديثنا عن أمر المحبة، وقد شغلني سؤال. نحن بطبيعتنا البشرية لنا ما نحبه في هذه الدنيا، فكيف نروض أنفسنا لتكون محبة الله هي الأعلى؟ قلت له: إن الإنسان وبطبيعته البشرية أيضا لا يترك المحبة الأضعف إلا لأجل المحبة الأقوى، فإذا زاد حبك لله زدت له عبودية وتحررت من كل ما سواه. ولا تنسى أن الإيمان بكل بساطة هو تكثيف للحب، ينبغي أن تحب أكثر وسيتحول الحب إلى إيمان. وهل المحبة واحدة؟ سألني قاصدا: هل محبة الناس لخالقهم واحدة؟ فقلت له ما قاله العارفون: إن المحبة نوعان، محبة المقتصدين وهي تقتضي محبة جميع ما أوجبه الله تعالى وبغض ما حرمه الله تعالى، ومحبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة. كل من يدعي المحبة عليه أن يقدم دليلا. قال لي ثم سألني: ما الدليل الذي يقدمه المرء ليثبت محبته لله؟ حقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حبه ما يحب وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الفسوق والعصيان، أي أن تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله، وتفعل الخير كله وترفض كل ما يشغل عن الله، وألا تخاف في الله لومة لائم. والقاعدة الذهبية في هذا الشأن هو: فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا مراده هو من محبوبه. إن للحب علامات، قلت لصاحبي: ابحث عنها في نفسك تعرف حقيقة حبك لله تعالى. فمثلا علامة المحب على صدق الحب الرضا عنه في كل شديد وضر ينزل به. كذلك علامات محبة العبد لله تعالى حب القرآن. قال ابن مسعود: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا في القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. صمت كلانا، ثم قال صاحبي: قرأت ما يلي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله لا يخوف الذين يرتدون عن دينه بأن يلقيهم في النار أو يصب عليهم النحاس المصهور، وإنما يخوفهم بالحب، بأن يستبدل بهم قوما يحبهم ويحبونه. هذه المعاني كلها جميلة في شأن محبة الله عز وجل، لكن المشكلة في إسقاطها على الأرض، في تحويلها إلى عمل. قال صاحبي: فقلت: المرء يحب أن يذكر من يحب على الدوام وفي كل مكان وفي كل حال،
لذلك فإن حقيقة محبته دوام الأنس بذكره، كأن وصال المحبوب وحده هو نعيم المحب الذي يطمع فيه، والانفصال عنه هو جحيمه الذي لا يخشى سواه. فالذكر الدائم بداية الطريق، فهو يجلو القلب ويهيئه لاستقبال الإشعاعات النورانية. الذكر يوصل إلى المحبة، والمحبة توصل إلى الطاعة الكاملة، ويبقى هكذا إلى أن تصبح كل حركات العبد وسكناته وخواطره وأفكاره وإراداته متصلة بالمحبوب بالله عز وجل، فلا يسمع إلا به، ولا يبصر إلا به، ولا يعلم إلا به، وكل شيء به عز وجل. ثم قلت لصاحبي: إن من أحب الله يحب هذا الوجود الذي خلقه تعالى. وقد سمعت العارفين يقولون: إن من أنواع المحبة محبة الوجود، ومحبة من يرجع إليه دوام الوجود. والمحب من اللازم أن يعرف من يحب. فلما انتهيت أنا من حديثي هم هو بسؤال، وهممت أنا بالإجابة، غير أن التعب أدركني، فقلت له: إلى الغد إذن.